السلام عليكم، معكم بالكس من بالكس جاردن، واليوم فيديو جديد وإكثار نبتة جديدة. كما راكم تشوفوا هذا قرنفل، انتهى الفيديو السابق اللي كثرناه من بذور. بدينا الإكثار ببذور فقط، وكما راكم تشوفوا ولاو نبتة كاملة مزهرة قوية غزيرة الإزهار. اليوم رانا باغي نكثرو نبتة الكانا، هاد النبتة الجميلة هادي اللي كتصبر في المناخ الصحراوي الجاف والحار. وراكم تشوفو راه عندي هاد النبتة هادي، راه فيها خلفات صغار، فيها نباتات صغار ولدت هو النبتة الأم. ورانا راهو كاين واحد أربعة ولا خمسة ينقلوه باش تحصلوا على نباتات اخرى ونديروا عمليه اكثار. كما تعرفوا يخصنا تراب تاع الحديقه، التربه العاديه اللي عندكم، تربه تكون تربه غضاريه. وعندنا البيت موس هذه التربه الغنيه بالمواد العضويه وفيها السماد البيكي متعادل، معدل الحموضة تاعها 6.5. نخلطو كل شيء مع بعض، لكن قبل ما نخلطو كل شيء مع بعض لازمنا نتأكدو بلي خصنا نعمرو الثقوب تاع الأصيص هادو اللي كاينين، خصنا نبلعوهم حجارة. إذا درنا التراب فقط في هاد الثقوب هادي يبدا يخرج من الأصيص في الأسفل ويبدا يعمر لينا حالة بالطين، سما خصنا نبلعوه ومن بعد نعمرو التربة تاعنا. إذا نعمرو الحجارة عندنا في الأصيص باش نتجنبو خسارة التراب، خروج التراب من الأسفل، ومن بعد نخلطوا التراب تاعنا مع البيت موس، نخلطوه مليح. ماشي شرط نكثروا البيت موس، يعني يمكن يكون التركيبه التشكيله تاع التراب والبيت موس يمكن تكون حتى 80% تراب 20% بيت موس. ماشي شرط نضيعوا البيت موس بزاف، فقط باش يعطينا نافذه جيده للتربه ويعطينا خصائص فيزيائية مليحة للتربة، خصائص كيميائية تاني مليحة للتربة، تولي التربة تنجم تشد الماء وفي نفس الوقت تصرف الماء بطريقة جيدة، تاني تعطي التراب المغذيات اللازمة للنبتة باش تنجم تعيش مليح. نعمرو الأصيص تاعنا، نعمرو التراب بالتشكيلة تاع التراب اللي خلطناها، وما نعمروش التراب حتى الفوق، نعمرو التراب المنتصف فقط. ومن بعد نشوفوا نجيبوا النبتة تاعنا الأم، كما راكم تشوفوا فيها شحال من نبتة، فيها شحال من خلفة. نقسموا التراب تاعنا، نقسموا التراب تاعنا على 2 ولا على 3 ولا المهم على حسب النباتات اللي عندنا. عملية يمكن تكون صعبة شوية، لكن واحد يصبر باش يكون عنده نباتات جداد نصبر معها. النبتة هذه بطبيعة الحال ماشي نبتة مع حساسة قاع بزاف بزاف، يعني يمكن قاع تقرط الجذور تكسره ماشي مشكلة. كما راكم تشوفوا هنايا قسمنا التراب على زوج، خرجوا لنا جوج نباتات، هادو تاني عادو نقسموها على زوج باش نخرجوا كل نبتة وحدها وربحوا اكبر قدر ممكن من النباتات. انا هيك كما راكم تشوفوا فصلنا النباتات على بعضها، كل نبتة عندها مجموع جذري ممتاز لا بأس به. اذا انا مجدين البو تاعنا، مجدين الاصيص ولا الوعاء، عامر في النص، اذا كان عامر بزاف نقصوا شوية تراب باش تهود النبتة شوية، ومن بعد نغطو الجذور كاملين.
اذا نحط النبتة تاعنا نتأكدوا باللي راها في المنتصف. هذه خطوة اختيارية تمام، خطوة اختيارية لأجل الجماليات والكماليات. نثبتوا النبتة تاعنا ونبلعوا عليها بالتراب، ماشي شرط ان ندك التراب ونضموه ونزيروه على النبتة، ماشي شرط، نوضع التراب فقط ومن بعد السقي هو اللي السقي هو اللي غادي هو اللي غادي يبعد الفراغات الهوائية اللي موجودة ويخرجها برا، غادي موجود في التراب. يمكن نضربوا الأسيس جنب يكفي هذا مكان، وندلكو دكة خفيفة فقط، مندلكوش بزاف، مطبقوش قوة بزاف باش ميتكسرناش الجذور ومنضيعوش النبتة تاعنا. إذا هذه نبتة واحدة، نكملوا العملية مع كاع النباتات الآخرين، ولكن قبل هذاك الشيء تأكدوا بلي نخلو هاد الارتفاع، هذا الارتفاع باش هذا الارتفاع هذا فارغ باش كي نكبوا الماء يتسقى النبته مليح، ما نعمروش التراب حتى الفوق، نخلو بعض مساحه خفيفه باش كي نعمر الماء النبته تنجم تشرب مليح. المهم نكمل العمليه مع النباتات الاخرين، خليكم على الفيديو. اذا كما راكم تشوفوا كملنا عملية الكثار بنجاح. كانت عندنا قبل نبتة واحدة فيها تقريبا خمس نباتات صغار، وهي ولاو لنا خمس نباتات بعد ما كانت عندنا نبتة واحدة فقط. العملية كملت بنجاح، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم الجديد تاعنا وباش تستفادوا من المعلومات اللي نقدموه. السلام عليكم وزراعة سعيدة.